بسم الله الرحمن الرحيم، بسمك اللهم أبدأ وبك أستعين وعليك أتوكل دائما أجمعين. مشاهدينا متابعون الكرام، أسعد الله صباحكم وطاب جميع أوقاتكم بكل خير ومحبة وسلام وسرور، وأحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فسلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. أحييكم من هنا من أرضية الأصالة والتراث، من أرضية ميدان التلة لسباقات الهجن العربية الأصيلة لهذا اليوم السبت الموافق 18 من نوفمبر لعام 2023، وللمصادف 4 من جمادى الأول لعام 1445 مع سن الثنايا وانطلاقاتها لهذا الصباح. 12 شوطا ستكون حاضرة وموزعة ما بين أشواط أصحاب السمو الشيوخ وأشواط أبناء القبائل. أرحب بجميع الحاضرين، أرحب بجميع القادمين والمشاركين، وكذلك أرحب بالمتابعين عبر البث المباشر للإنستغرام، وأتمنى لهم متابعة طيبة. قبل لحظات قليلة أعلنت شارة الانطلاق لأولى التحديات لأولى الأشواط لهذا الصباح. شوطنا الأول والرئيسي والمخصص للأبكار المحليات الأصايل من سن الثنايا بشعارات أبناء القبائل أو بشعارات أصحاب السمو الشيوخ، ولمن يرغب بالمشاركة من أبناء القبائل، فأتمنى التوفيق والناموس والسلامة للجميع. أبدأ مع الصدارة والقيادة لأتابع الشاهينية بشعار الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، وبقيادة المضمر عتيق بن علي بن راشد آل كتبي من يقود الشاهينية في عملية التضمير، وينطلق معها مع الصدارة والمركز الأول. أما ثانيا حضر بن عنتر القادم والحاضر هناك من ميدان اللبسة ليحضر ويقدم لنا وبرة على مستوى ثاني المراكز. سالم بن سيف بن سعيد بن عنتر الأغفلي، ورابعا أتابع في هذه اللحظات الصغيرة على ثالث المراكز بشعار فايز بن غفان بن حمد الجابري، لكن بشمال وصل وتقدم ليندفع مع رابع المراكز، ويحضر مع ريمة عبيد بن محمد بن عبيد بن شمال الأغفلي. وخامسا لأتابع مراسيل محمد بن أحمد بن سعيد بن حلوة الكتبي، وخامسا في هذه اللحظات هذه رهيبة علي بن عبد الله بن سعيد بن راشد الجابري. هكذا هي النتيجة، ونداؤنا الأول يا ملاك يا مضمرين دعناه عليكم وعلى مسامعكم بالوفاء والتمام لأول الانطلاقات لأول التحديات لهذا الصباح. شوطنا الأول والرئيسي لسن الثنايا، لأعود من جديد وأتابع الصدارة والقيادة في هذه اللحظات. وأتابع الشاهينية لا زالت هي القائدة والمنطلقة مع المركز الأول بالحضور الرائع والجميل ليحضر شعار الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، وبقيادة المضمر عتيق بن علي بن راشد آل كتبي يقودها حتى هذه اللحظات بنجاح نحو المركز الأول والصدارة والقيادة لهذا المسار. لكن
وبر تحضر مع انتصاف المسافة يا بن عنتر. في هذه اللحظات 3 كيلومترات انقضت وما بقى إلا مثلها يا أهل الثنايا عن الناموس وعن الانتصار. وبر ثانيا سالم بن سيبر سعيد بن عنتر الأغفلي يحضر ليقدم لنا شعاره على مستوى ثاني المراكز وثالثا الصغيرة. فايز بن غفان بن حمد الجابري يحضر الجابري ويتقدم مع الصغيرة بالحضور الكبير، لكن ريما مع بن شمال تحضر رابعا. عبيد بن محمد بن عبيد بن شمال الأغفلي وكذلك مراسيل محمد بن أحمد بن سعيد بن حلوة الاكتبي، وسادسا مع رهيبة علي بن عبد الله بن سعيد بن راشد الجابري. هكذا هي النتيجة حتى هذه اللحظات لندائنا الثاني الذي دعناه عليكم وعلى مسامعكم بالوفاء والتمام، لكن العودة دائما وأبدا نحو الصدارة نحو المركز الأول حتى هذه اللحظات. بسم الله ما شاء الله تغادر الشاهنية حتى هذه اللحظات بالمركز الأول والصدارة والقيادة لهذا التحدي بشعار الشيخ محمد بن أحمد محمد بن مكتوم بن راشد المكتوم، وبقيادة المضمر عتيق بن علي بن راشد الاكتبي. راح الكثير ما بقى إلا القليل عن خط النهاية وعن الناموس والانتصار. وبرة تحضر ثانيا وتتقدم بشعار بن عنتر سالم بن سيف بن سعيد بن عنتر الأغفلي، وكذلك ثالث المراكز مع رهيبة علي بن عبد الله بن سعيد بن راشد الجابري. لكن القيادة والبداية مع الشاهينية ووبرة لينفرد هذين الاسمين بالمركز الأول والصدارة. 1500 متر هي لوحة الإعلان والتحدي للمسافة المتبقية يا أهل الثنايا عن خط النهاية حتى هذه اللحظات. والشاهينية بخطى ثابتة نحو الانتصار نحو الإبداع والمركز الأول والقيادة منذ الانطلاق وحتى هذه اللحظات بشعار الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد المكتوم، وبقيادة المضمر عتيق بن علي بن راشد الاكتبي. وبرة تحضر ثانيا سالم بن سيف بن سعيد بن عنتر الأغفلي. لوحة الإعلان لوحة التحدي للكيلو الأخير الكيلو المثير يا ملاك ويا مضمرين. بدأت السرعة بدأت الإثارة مع المسار المستقيم نحو خط النهاية والشاهينية مع المركز الأول محمد بن مكتوم بن راشد المكتوم. عتيق بن علي بن راشد الاكتبي من يحضر في عملية التضمير. وبرة ثانيا سالم بن سيف بن سعيد بن عنتر الأغفلي. الله 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 بانت المنصة يا أهل الثنايا. ومن سيذهب بالانتصار الشاهينية ولا وبرة لأول انطلاقات الثنايا لهذا الصباح؟ و400 متر الله 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 الشاهينية تغادر حتى هذه اللحظات بشعار الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد المكتوم. تحرك بن عنتر تحركت وبر مع ثاني المراكز. الله 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 الله
روح بن عنتر لينتزع الانتصار والمركز الاول مع وبره الى الراشدية السلام، محملا مع بن عنتر ومقدما لوبره مع اول المراكز سالم بن زيد بن سعيد بن عنتر. الاغفل الشاهنية ثانيا بشعار الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد المكتوم بقيادة المضمر عتيق بن علي بن راشد الاكتبي. اما بقية المراكز عند هذا خط النهاية 9 دقائق 29 ثانية 50 جزء من الثواني. تهانينا وناموس.